بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن حديثي عن أسر وقبائل الخليج، حديثنا اليوم عن أسرة الخليفات، من أعرق وأشهر الأسر في قطر. أسرة الخليفات يرجع نسبها إلى الضياغم من عبيدة من قحطان، وهم مالكية المذهب الذي كان سائدا في ساحل غرب الخليج. في أوائل القرن الثامن عشر استقرت أسرة الخليفات في شمال قطر في نواحي الزبارة في فريحة والغارية، وأيضا سكنت الوكرة. وفي مطلع القرن العشرين نزحت أسرة الخليفات من الوكرة واستقروا في شرق الدوحة في حي عرف باسمهم بعد ذلك. ساهمت أسرة الخليفات بأعلامها وشخصياتها عبر تاريخ قطر في بناء قطر، لا سيما في التاريخ والشعر والأدب. فمثلا الوجيه صالح بن ماجد بن عتيق الخليفي كان ضمن وفد قطر للاجتماع بمحمد حافظ باشا للتفاوض مع العثمانيين. ولما أراد الوالي العثماني أن يخوف القطريين تلا عليهم أول سورة الفيل، يعني يا أيها القطريون نهايتكم نهاية أصحاب الفيل. ومن نبهة الوجيه صالح الخليفي رد عليه مباشرة بسورة قريش، أي أننا سنكون في منعة من الله، وهذا الذي كان بحمد الله. ومن أعلام أسرة الخليفات الأديب ماجد بن صالح الخليفي الذي طبع له ديوان الشعر على نفقة أمير قطر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني. وفي قصة غريبة جرت في سنة 1323 خرج الأديب الشاعر ماجد بن صالح الخليفي مع جماعة من ربعة في رحلة غوص، فسمع مناديا يناديه باسمه، فسأل جماعة في أحد منكم ناداني؟ قالوا لا، فنزل البحر وغرق رحمه الله تعالى. من أعلام قبيلة الخليفات أيضا الأديب عبد الرحمن بن صالح الخليفي رحمه الله، متذوق للشعر والأدب، وكان رحمه الله تعالى يحفظ الشعر ويحسن نظمه، وله كتاب بعنوان بستان الأكياس والأفراد من الناس. ومن أعلام قبيلة الخليفات أيضا الشاعر الكبير عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله تعالى، يعد من أوائل المعلمين في قطر، وتولى الإمامة والخطابة في فريج الخليفات، وقد أخذ العلم على قاضي الوكرة الشيخ يعقوب بن يوسف التميمي. ومن أعلام قبيلة الخليفات المربي يوسف بن عبد الرحمن الخليفي الذي تولى إدارة أكثر من مدرسة في سلك التعليم. والأستاذ يوسف الخليفي له كتاب مخطوط في تاريخ قطر، كما أنه عضو في لجنة كتابة تاريخ قطر. ومن أعيان قبيلة الخليفات محمد مبارك الخليفي الذي عين رئيسا لمجلس الشورى منذ سنة 1995. ومن أعلام الخليفات الفقيه المالكي الشيخ عبد العزيز بن صالح الخليفي الذي تولى الخطابة في جامع للشيوخ وله كتاب في فقه الإمام مالك. وقد ترقى الشيخ عبد العزيز بن صالح الخليفي حفظه الله في سلك القضاء حتى عين نائبا لرئيس المحاكم الشرعية في قطر. ومن أعلام قبيلة الخليفات أيضا الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي الذي تولى رئاسة جامعة قطر وعين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل. هذه لمحة سريعة من تاريخ قبيلة الخليفات في قطر، وأسعد بالتواصل مع من يريد لعرض تاريخ أسرتي هنا. استودعكم الله.